في قضايا متفرقة عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر الأسبوع الفارط، تمكنت خلالها من توقيف 7 أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. هذه العمليات أفضت إلى ضبط وحجز ما يقارب 20,000 قرص مؤثر عقلي، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 80,000 دينار جزائري من عائدات ترويج السموم، و5 مركبات سياحية تستعمل في نقل وتوزيع المخدرات. برعاية إيمو براو جان براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.